السلام عليكم ورحمة الله. محمد شاد وقناة الحياة في أمريكا. فيديو جديد النهاردة، فيديو يعتبر جزء تاني من فيديو عملته قبل كده عن تقاليد عربية بالية ينبغي ان احنا نتخلص منها لما نهاجر، والأحسن كمان نتخلص منها في كل مكان. النهاردة بقى عايز أكلمكم عن تقاليد وعادات عربية حميدة أرجو ان احنا نحتفظ بيها في المهجر، وفي عائلات عربية بيحتفظوا بيها الحمد لله، فعشان يبقى نعمل توازن في الموضوع. بس قبل ما ادخل في الموضوع، عايز اعلق على يعني احد النقط اللي كنت قلتها في الفيديو اللي فات عن التقاليد اللي احنا لازم نتخلص منها. كان كلام عن تربية الاولاد والبنات، وازاي ان في بعض العائلات العربية بتربي الاولاد والبنات بطريقة يعني التقاليد العربية، البنت روحي اغسلي لاخوكي، روحي امسحي لاخوكي، روحي حطي له الاكل. وكنت بقولك لا، لازم تعلمهم هما الاتنين ان هما يعتمدوا على نفسهم، مفيش فرق ما بين الاخت والاخ، مفيش معنى ان الاخت تخدم اخوها عشان هي بنت. وطبعا يعني جالي كذا رد منها ان الكلام ده ضد الدين وضد العقل وضد القيم ومش عارف ايه. طبعا اندهشت الحقيقة، لان ده يدل ان احنا للأسف مش فاهمين ديننا او مش عارفينه، لان اللي انا قلته ده هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي سيدة عائشة ما قالت عنه، قالت كان ايه يعني عن حياته في بيته عاملة ازاي، فقالت كان في خدمة اهله، يعني كان بيخيط اللبس بتاعه، بيعمل شغل البيت مع اهله مع ازواجه. فاذا الكلام اللي انا بقوله ده انت بتدرب ابنك على سنة الرسول، ما يطلعش زي بعض العرب اللي هو بيحسب ان الايه ان الاخت مثلا دي تحت ايده او خادمة له او حاجة زي كده. فده تعقيب بس على الفيديو اللي فات. خلينا بقى ندخل في الفيديو الجديد. قبل ما ندخل في الموضوع، ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت جديد فيها. طبعا لو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك. نبدأ نتكلم عن بعض المميزات والعادات العربية الحميدة، التقاليد القوية اللي موجودة عندنا المفروض ما نتخلاش عنها ابدا بعد ما نيجي. اول واحدة فيهم هي الترابط الاسري. العرب واحنا طبعا متعودين على الترابط الاسري، بنحب نعيش جنب اهلنا، نحب نعيش جنب عيلتنا، لازم بنروح نشوف اخواتنا، نروح نشوف امنا وابونا لو هم عايشين وهكذا. لازم ما نتخلاش عن الموضوع ده بعد المهجر. لو طبعا عيلة مثلا مهاجرة كذا واحد، نحاول ان احنا نعيش في ولاية واحدة، نحاول نعيش قريبين من بعض. لو انت عيلتك في بلدك دايما تفضل على تواصل معاهم، لو ابوك وامك معاك وكبروا يقعدوا معاك طبعا وتاخد بالك منهم. كل العادات الجميلة دي بتاعت الترابط الاسري لازم ما نفرطش فيها بعد الهجرة، وبالعكس هي في الهجرة اهم كمان، عشان هو ده الاسرة دي هي اللي اولادك هينشأوا فيها، ودي الطريقة اللي بتحتفظ يعني بالقيم اللي انت عايز اولادك ينشأوا عليها، انك انت تكون قريب دايما من اسرتك. الحاجة التانية اللي بعدها اللي مرتبطة بيها زي ما قلت هي الاعتناء بالوالدين. برضو الثقافة العربية فيها عيب مثلا انك انت تودي امك او ابوك دار المسنين، عيب انك انت توديهم مثلا يقعدوا في حاجة اسمها هسبس هنا، لكون الاباء او الناس اللي يعني عندهم مرض لا قدر الله خلاص ما يقدروش ان هو يتعالجوا، فبيروحوا يقعدوا في هسبس عشان يعني ياخدوا بالهم منهم لحد ما يعني الاجل يجي. فطبعا احنا عندنا لا، في حاجة اسمها كده، الاحسن انك انت تعتني انت باهلك، ليه توديهم اساسا مكان زي كده. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي المفروض ما نتخلاش عنها مهما عشت برا فترة طويلة. امك وابوك دول كنز، يعني لازم تاخد بالك منهم بقدر الامكان، تعمل اللي عليك. طبعا البر go both ways، لما زي ما بنقول يعني goes both ways بالانجليزي، لازم يكون في بر الاباء للابناء وبر الابناء للاباء. فانت كابن لازم تبر الوالدين، وطبعا لما تكون اب لازم برضو تبر ابنائك يعني عشان هم كمان يتربوا كويس. الميزة الثالثة من عاداتنا وتقاليدنا الحلوة هي اكرام الضيف. احنا عندنا العرب لو حد جاي لنا ضيف عندنا بنستقبله كويس، لازم نقدم له حاجة، نقدم له اكل، نقدم له شرب. دي عادة جميلة برضو، مش شرط مش قوية قوي جايز في الغرب، فاحنا لازم نحتفظ بيها ايا كان اللي بيجي لنا عربي او اجنبي او امريكاني. الحاجة هي الميزة اللي بعد كده هقول ان هي لها صلة بالزواج، مش موجودة قوي عند الامريكان، وهي ان الزوج عندنا بيتكفل بنفقات اسرته. طبعا مش معنى كده ان انا ما بقولش الست تشتغل، لا بالعكس تشتغل طبعا وبتدخل دخل تساعد جوزها، ده شيء ممتاز، لكن الاصل ان الست عندها الحرية انها تقدر تقعد لو مش مضطرين ماديا، تقدر تقعد في بيتها والزوج متكفل بذلك، متكفل بالنفقات دي. دي يعني الثقافة دي قوية اكتر عندنا. ليه بقول ان هي ميزة؟ لان الحقيقة يعني تربية الابناء مثلا احسن لو عند
عندهم امهم قاعده معاهم او حتى ابوهم يعني معاهم حد قاعد معاهم بدل ما يروحوا دي كير يروحوا حضانه يروحوا مش عارف ايه وهم في سن صغير. الاحسن ان الطفل ينشا مع اب وام قريبين منه هم اللي بياخدوا بالهم منه. فلو كانت الام مضطره تشتغل يعني هتلاقي نفسك بتودي طفل عنده 3 شهور 4 شهور توديه دي كير طول اليوم قاعد مع ناس غرب يعني لا يهتموا بيه طبعا زي امه وابوه. فدي ميزه عندنا طبعا مش مختفيه تماما برضو على فكره من الثقافه الامريكيه. انا فاكر كنت بتكلم مع المدير بتاعي مره هو امريكاني من ولايه من ولايات الجنوب وكنا بنتكلم عن ان انا برضو زوجتي يعني تركت العمل لفتره اما في كان في اولاد صغيرين فهو قال لي انا برضو زوجتي عملت كده يعني زوجته قعدت فتره طويله لحد ما الاولاد كبروا سابت شغلها وربت الاولاد وبعدين رجعت الشغل بعد ما كبروا. في امريكان بيعملوا كده الحقيقه يعني الست بتترك شغلها عشان يعني تلتفت لابنها. فهي مش منعدمه في الثقافه الغربيه لكن هي اقوى عندنا واعتقد ان هي ميزه لو قدرنا نحافظ عليها يبقى احسن تاني عشان الابناء يتربوا في بيئه ومناخ صحي اكتر. يعني طبعا الميزه الكبيره الثانيه اللي لازم برضو يعني نحتفظ بيها هي البعد عن المخدرات والخمور والحاجات دي. إدمان الخمور من المشاكل الكبيرة اللي موجودة في أمريكا ولأن الإنسان ضعيف. الإنسان لو بدأ زي السجاير احنا عندنا مثلا إدمان السجاير معروف تقولها جرب السجارة وشوية تلاقي نفسك بقيت مدمن سجاير طبعا مع ما في ذلك من تدمير لصحتك وحتى لفلوسك. الخمور نفس الشيء انك انت لو انسان عندك الفرصه انك انت تشرب وانت صغير سهل جدا انك انت تدمنها والادمان ده بيؤدي للفشل لناس كتير طبعا بيؤدي لحوادث كتير طبعا بسبب السواقه مثلا اثناء السكر لكن كمان بيؤدي لفشل ناس كتير في حياتهم لانهم بيبقى مدمن الخمره مش قادر يشتغل بشكل سليم علاقته بتبوظ باسرته فبيصبح انسان فاشل بكل معنى الكلمه. فمن الميزه الحقيقه الحمد لله اللي عندنا ان احنا مش متعودين على الحاجات دي. في طبعا ناس موجوده لكن دايما انا بتكلم على الحاجه العامه او الحاجه المنتشره في اي ثقافه. فدي ميزه كبيره جدا البعد عن الخمور والمخدرات والحاجات دي بتخلي الانسان ينشا بشكل صحيح اكتر بشكل سليم ما بيقعدش بقى يعمل الكلام ده وهو في الدراسه وفي الكليه زي ما هو منتشر في ثقافه الغرب. الحقيقه الميزه اللي بعد كده برضو اللي شايف ان احنا نحاول نحتفظ بيها هي ميزه يعني هي دينيه برضو وشرقيه يعني حتى برضو العرب مثلا المسيحيين بيحتفظوا بنفس القيمه دي وهي ان مفيش علاقات خارج الزواج ان الزواج هو الهدف من العلاقات. طبعا انا شايف ان دي ميزه كبيره لان ده بيؤدي لاستقرار الاسره بيؤدي ان الاطفال بينشأوا في مجتمع في مناخ صحي. وانا طبعا شفت مثلا بالذات في الولايات الفقيره اول ما جيت امريكا رحت عشت في نورث كارولينا ولاحظت على طول ان في كنت شغال في مطعم مع اصحابه مصريين ولاحظت ان كتير من البنات الصغيرين اللي شغال معانا ويترسز عندهم 17 سنه 18 سنه كتير منهم كانوا سنجل مامز كانت عندها بيبي صغير وهي لسه مش متجوزتش لانها طبعا كان عندها علاقه وهي صغيره لانهم ناس بسيطه. الناس اللي في الجنوب دول كتير منهم بيبقوا ناس بسيطه ما بيعرفوش ايه يعني حتى على الاقل ما ينجبوش. فبينتهي الامر تلاقي واحده عندها 17 18 سنه مسؤوله عن طفل ما فيش زواج طبعا فممكن يكون ابو الطفل مشى فحياتها بتقف لا تعرف تروح جامعه بشكل كويس مضطره تروح تشتغل على طول عشان تقدر تصرف على ابنها. فيعني حتى بغض النظر عن الدين الموضوع مش ايجابي خالص. الناس اللي عايشه في الغرب يعني وشافت في طبعا ناس ما بيخلفوش وبيعرفوا يتحكموا في نفسهم في الحاجات دي لكن ده يعني شيء بيحصل لا مفر منه اما بتكون في علاقات خارج الزواج. كمان علاقات خارج الزواج بتخلي الانسان يستخف شويه بالعلاقه لكن احترام مؤسسه الزواج بيخلي تاني ان مؤسسه الاسره تكون مؤسسه قويه الاطفال بينشأوا في مناخ يعني مناخ طيب مناخ حنون معهم امهم وابوهم. فدي برضو من المميزات الجميله والكبيره اللي لازم نحتفظ بيها مهما هجرنا. الحقيقه برضو الميزه اللي بعد كده هي وجود الروحانيات والاهتمام بالروحانيات وبالدين. طبعا احنا ساعات بيكون الاهتمام بتاعنا اهتمام سلبي شويه بنهتم قوي بالطقوس بنهتم بمظاهر الدين مش بروحه لكن عموما التدين او الاهتمام بالدين وبالروحانيات في رايي شيء جيد لانه بيحفظ على الانسان قيم معينه ومبادئ معينه بيخلي عنده خوف. طبعا لو الانسان عنده وازع ديني بقى عنده خوف مثلا من ان هو يعمل حاجه حرام ان هو يسرق ان هو يشرب مخدرات ان هو يشرب خمره وكل دي حاجات كويسه بتخليك تتفادى اشياء مؤذيه لك ولغيرك. الحاجه اللي بعد كده برضو هي مساعده الاهل دي ترتبط شويه بالنقطه الاولانيه عن الترابط الاسري ان الانسان عندنا بيساعد اهله. يعني انت مثلا اشتغلت شغل كويس عندك
اخواتك البنات، في ممكن واحد يجوز اخواته ويساعد امه وابوه وهكذا. الثقافه دي قويه عندنا ولازم نحتفظ بيها مهما جدنا مهما بعدنا. لو تقدر تساعد ساعد اهلك، وعشان ده جزء من الترابط الاسري بتاعك، فدي برضو عاده عربيه جميله لازم نحتفظ بيها. الحقيقه العاده الاخيره او التقليد الاخير اللي انا برضو عايز اتكلم عنه هو الاهتمام بالتفوق الدراسي وبالدراسه، وده هتلاحظه في عائلات عربيه كتير هنا. عائلات، في عائلات بتتخلى عن الموضوع ده، لكن في عائلات كتيره بتشجع اولادها ان هم يدرسوا كويس ويتعلموا كويس، فدي الحقيقه ميزه كبيره هنا. والامريكان مش كلهم كده يعني، طبعا في عائلات امريكيه برضو ما يكون الاب والام متعلمين بيشجعوا اولادهم دايما يدخلوا جامعه وكده وبيبقوا ناجحين في حياتهم. لكن دي عموما عاده عربيه يعني، حتى في بلادنا بنحب دايما ايه الابناء يدخلوا الجامعه ويدرسوا. لو كانت في بلادنا العربيه جايز ما بتعملش فرق كبير، لكن هنا فرقها كبير جدا. يعني الشباب اللي بيدرس كويس في الجامعه، حتى اول ما بياخد البكالوريوس لو درس في جامعه كويسه وتخرج من البكالوريوس بتاعه في مجال كويس، بيلاقي شغل كويس جدا وهو في سن صغير، بيقدر يبني حياته بعدها بشكل كويس، يقدر بعد كده لو خد ماجستير او كده. فيعني الدراسه هنا له ميزه كبيره، الدراسه هنا مش بتضيع. الدراسه هنا لو درست دراسه كويسه وتفوقت فيها غالبا هيكون لها مردود على حياتك المهنيه، هيكون دخلك اعلى. وطبعا ما شاء الله الواحد في نماذج كتيره جميله للشباب العربي اللي اتولد هنا واهله مشجعون انهم يدرسوا كويس، اطباء ومحامين ومهندسين وناس يعني ناجحين جدا، عشان زي ما قلت اهتموا بالدراسة. وهنا زي ما قلت تاني الحقيقة الموضوع ميزة كبيرة للشباب بالذات اللي بيتولد هنا ويتربى هنا ويدرس هنا. زي ما قلت عندك 22-23 سنة بخلص الجامعة، لو خلصت جامعة كويسة متفوق في دراستك هتلاقي فرص ممتازة وانت لسه صغير. بعد سنة شغل تقدر تجيب لنفسك كل حاجة، مش هتعتمد على أهلك أساسا، هتجيب لنفسك عربيتك، هتجيب لنفسك بيتك، مع يعني مع السنين وكده وتطورك في عملك هتلاقي وضعك كويس جدا. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي أرجو إن احنا نحتفظ بيها، تشجيع الأطفال على الدراسة والتفوق الدراسي، دي شيء حميد جدا في عاداتنا يعني أرجو إن احنا نحتفظ بيها. فأدي كل الحاجات اللي جت في دماغي تاني عشان نعمل موازنة. والفيديو حط لكم الفيديو بتاع عادات عربية يجب التخلص منها عشان تشوفوا الاثنين تاني عشان يبقى فيه توازن. وتاني رسالة للناس اللي بتقعد تظن ان الحاجات دي تخلي عن ثقافتك والكلام اللي انا بشوفه كلام فارغ ده، يعني مش عيب ان احنا ننقد حاجات في ثقافتنا وناخد الحاجات الكويسة ونستبعد الحاجات الوحشة. يعني الثقافة دي احنا مش ملزومين فيها يعني. الواحد دايما انت بتشوف القيم الإنسانية، القيم الدينية الحميدة تتمسك بها ايا كانت او ايا كان مصدرها. فتاني عشان نعمل موازنة ما بين العيوب والمميزات، الفيديو ده كان الجزء الثاني من الفيديو الاولاني. قولوا لي رأيكم طبعا في الكومنتس، قولوا لي لو في عادات تانية نسيت اقولها، عادات حميدة نحب نحتفظ بيها كمهاجرين، طبعا نحتفظ بيها برا وجوه يعني في بلادنا او في المهجر كمان. وتنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو انتم مش مشتركين، فعلوا الجرس لو انتم مشتركين، ونراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.